السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. في شوية أسئلة ومسائل مهمين جدا النهاردة في الفيزياء. أي أسئلة من الأسئلة اللي فيها أفكار دي بتفيدنا إن شاء الله السنة دي في النظام الجديد. أولا في مسألة متجهان الـ A القيمة العددية الـ A بتساوي 3 والـ B بتساوي 5، حاصل الضرب القياسي لهما 7.5. احسب حاصل الضرب القياسي أو الضرب الاتجاهي لهما، واذكر اسم القاعدة المستخدمة في تحديد الاتجاه. طبعا هي قاعدة اليد اليمنى، دي سهلة. نفكر بقى في الجزء الأولاني. أولا أعطيني قيمة حاصل الضرب القياسي وما ادانيش الزاوية، يبقى هنطبق على طول إن شاء الله. بالنسبة لـ متجه A مضروبة في متجه B كوزين سيتا، ده بتساوي حاصل الضرب القياسي اللي هو هطهولي عطيل القيمة بتاعته. يبقى الوقت هنقول 3 في 5 كوزين سيتا بتساوي 7.5. طيب انا عاوز الوقتي كوزين سيتا، كوزين سيتا يبقى 15، وهنا 7.5 في البسط. هنختصر 7.5 في الواحد على 7.5 في الاثنين. اذا كوزين سيتا بتساوي نص. اذا هنتوقع سيتا بتساوي كام؟ اذا سيتا بتساوي، احنا عندنا كوزين 60 بتساوي كوزين 60 بتساوي نص، وساين 60 بتساوي 0.862. يبقى الوقت احنا عندنا اللي هي كوزين نص هتبقى ايه؟ الزاوية 30 كوزين يبقى 60. يبقى الزاوية عندي هنا كام؟ 60. طيب انا جبت سيتا استفيد منها في ان انا اجيب حاصل الضرب الايه القياسي. هنقول ايه متجهة كروس بي، لان ده حاصل ضرب الاتجاهي، ساين ايه سيتا هتساوي طبعا هنا ان المتجهة. انا عندي هنا 3 في 5 في ساين 60 هتساوي 15 مضروبة في 0.862، تقريبا هتطلع 12.99. ونراجعها لو فيها ارقام يعني مش مظبطة نظبط الناتج مفيش مشكلة. يبقى بالتقريب ايه بنعملها ايه؟ 30، والان ايه متجه. القاعدة التي تستخدم قاعدة اليد اليمنى، قاعدة اليد اليمنى تستخدم في ايه؟ في قياس او في تحديد ايه الاتجاه. نيجي المسألة التانية ومهمة جدا وجميلة. جسم يتحرك طبقا للعلاقة دي بتساوي 14 تي زائد 10 تي تربيع. احسب في اي، احسب في اي والعجلة والمسافة. نبدأ الحل كده. دايما لما تجينا مسائل زي ديت نبدأ نشوف المعادلة اللي عطاها لنا او العلاقة اللي عطاها لنا تشبه ايه من المعادلات اللي عندنا. انا عندي ننقلها تاني الاول كده، دي بتساوي 14 تي زائد 10 تي تربيع. اقرب معادلة هقول لهم المعادلة التانية من المعادلة الثانية. المعادلة التانية دي بتساوي في اي تي زائد نص اي تي تربيع. طبعا عندنا جزء الايسر متساوي، اذا كل جزئية عندي هنا في هذا الطرف متساوي. نبدأ نبص كده كويس، هنا طبعا 10. نبدأ على طول تعويض، في اي تي بتساوي 14 تي، هنكنسل التي مع التي، اذا الفي اي طلعت 14، وما سيبهاش كده عشان ما نقص درجات، متر على الثانية، ما ننساش وحدة القياس. ده اول
مطلوب عندنا. طيب المطلوب التاني طالب العجلة، الشق التاني هنبدأ فيه، يعني نص A T تربيع بيساوي 10 T تربيع، هنكنسل التي تربيع مع التي تربيع، نص A بتساوي 10، ما نستعجلش في ردة الفعل أو في الإجابة، طبعا نخلص من النص بسهولة، هنضرب هنا في 2 وهنا في 2، إذن العجلة بتساوي 20 متر على الثانية تربيع. برضو مننساش وحدة القياس، بنركز عليها أوي في الفيزياء لأنها مهمة. ده المطلوب رقم 2. نيجي المطلوب رقم 3، طالب مني المسافة بعد 10 ثواني، أكتب بياناتي اللي أنا طلعتها، الـ VI طلعت 14، عندي العجلة طلعت 20، عندي البيانات اللي لسه موجودة، أدي السرعة الابتدائية، أدي العجلة، الزمن عطهولي 10، طالب مني إيه؟ المسافة، علامة استفهام. طبعا المعادلة اللي ممكن تمشي هنا، نشوف المعادلة الأولى ما تنفعش لأن ما فيهاش مسافة، المعادلة الثالثة ما تنفعش لأن هيبقى في مجهول تاني اللي هو السرعة النهائية، يبقى المعادلة التانية اللي هنمشيها وهتطبق. يبقى نقول لهم المعادلة التانية، المعادلة التانية يبقى دي بتساوي VIT زائد نص A T تربيع، هتساوي VI 14 في 10، نقفل القوس، زائد نص في العجلة طلعت عندي كام؟ 20 في 100، هنا على 2 فعل 1 على 2 فعل 10، يبقى بتساوي 140 زائد 1000، هتساوي 1140 متر. يبقى دي الجزئية التانية. الجزئية التالتة عندنا، يتحرك جسم طبقا للعلاقة T بتساوي نص في F ناقص D، مطلوب مني برضو في I والعجلة والمسافة بعد 10 ثواني. نبدأ برضو كده، أولا نتخلص من النص، هنضرب جميع طرفي المعادلة، جميع أطراف المعادلة في 2، إذن 2 T هتساوي في F ناقص 12. طبعا هنثبت الفي F زي ما هي ونعدي ال 12 بإشارة مخالفة، إذا في F بتساوي ال 2 T، هنحط ال 12 الأول زائد 2 T. طبعا في طالب أو طالبة هتقول اشمعنى حطينا ال 12 الأول؟ أولا المعادلة دي تشبه المعادلة الأولى مبدئيا، بنظبط شغلنا على المعادلة اللي هتشبه، خلاص عشان ما نتلخبطش. يعني لما نيجي نستدعي بقى من الأولى، المعادلة الأولى، هنقول في F بتساوي VI زائد AT، هي دي وجهة النظر ان احنا بن ايه نظبط المعادلة فيما تشبهها. طبعا الطرف الايسر متساوي، اذا كل جزئية من جزيئات المعادلة متساوية شبيهة باللي فوق، بس مع اختلاف الايه النوع المعادلة. يبقى انا عندي VI مباشرة اهوت بتساوي كام؟ 12 متر على الثانية، ده اول جزئية. الجزئية التانية عندي 2، عندي AT بتساوي 2 T، كنسل T مع T، اذا A بتساوي 2 متر على الثانية تربيع، ادي تاني جزئية. تالت جزئية بياناتنا فين؟ البيانات اللي طالعة في عندي في I بيساوي 12، عندي العجلة طلعت 2، عندي الزمن 10، عندي المسافة هي المجهولة، إذا من المعادلة التانية دي بتساوي VIT زائد نص A T تربيع،
هتساوي الفي اي كام عندي؟ الفي اي طلع 12 في 10، 12 في 10 زائد نص العجلة باتنين، في 10 في 10 بمية، كنسل الاتنين مع النص يبقى 120 زائد 100 هتديني 220 متر. ده الجزء الخاص بمسائل النهاردة ان شاء الله. الحلقات القادمة برضو هنجيب اسئلة متنوعة ومسائل، ونبدأ نشوف الافكار اللي موجودة باذن الله. بس نركز على اول واحدة دي لان فيها فكرة حلوة، ان هو جايب لي حاصل ضرب القياسي، جايب القيمة بتاعته ومش جايب الزاوية، من ضمنها بنطلع الزاوية. الزاوية ما تطلع سهل جدا نجيب حاصل ضرب الاتجاهي والقاعدة الخاصة ايه بيه. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعرفوا زمايلكم عشان يوصل لكم كل جديد، والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.